والجنة والإنسة إلا ليعبدوه. مفيش حاجة اسمها عبد المأمور، نحن جميعا عبيد الله عز وجل. إن كنتم حقا مسلمين، إن كنتم حقا مسلمين، إن كنتم حقا مسلمين فارجعوا أخواتكم فإنها مسلمة. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. قال رسول الله: المسلمون تتكافى دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمة أدناهم. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. إحنا مسلمين وإنتم مسلمين، طب ليه واقفين بتحاوطونا؟ ليه واقفين بتحاوطونا؟ Yeah.
اخواتي انه مسلمين اللي كانوا جايين يشرحوا معاه في وقفه سلميه، لا ما فيهاش ضرب ولا فيها ضرب ولا فيها تعدي على المال العام ولا فيها سب للحكومه زي ما بيحصل في وقفات النصارى لما بيقولوا ولا بنخاف ولا بنطفي ولا هنخاف من امن الوطن. احنا ما قلناش كده ولا نقدر نقولها، لان في عمتكم مسلمين. فاحنا طالما كلنا مسلمين يا ريت اخواننا اللي اتمسكوا يرجعوا، ويا ريت برضه مش بيلاقي الاستدعاء للمسلمين والملتزمين والملتحين، لكن النصراني الملتحي يمشي وما يهموش حاجه، لكن النصراني اللي ملتحي يستورد اسلحه من الكنائس، لكن النصراني يخطف في الاخوات. هنختم بالتوجه لله عز وجل، هو الله عز وجل، هو حسبنا ونعم النصير ونعم الوكيل، ونحن سندعو الله عز وجل، ونحن موقنين بالإجابة، موقنين بالإجابة، هو ملك الملوك، لن ننتظر أن ينصرنا أي ملوك الأرض، بل نطلب النصر من الله عز وجل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. نتوجه لله عز وجل ونرفع أكف الضرائع إلى الله عز وجل. اللهم منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب، ممن بدل دينه. اللهم يا ربنا نشتاق ان نرى راية الاسلام خفاقة عالية. اللهم اجعل ذلك بايدينا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم وازل لشريعتك ان تسود. اللهم وازل لشريعتك ان تعود. اللهم حرر اخواتنا. فإنه يوم القيامة خالد مخلد في النار. اللهم يا ربنا دعوناك، اللهم دعوناك ونحن مقرون بالإجابة. اللهم لا تؤاخذهم بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذهم بذنوبنا، اللهم استجب لنا يا ربنا. اللهم يا سبحانك أنت القادر، أنت القادر، أنت المنتقم. اللهم كما انتقمت من قوم لوط وقوم عاد وثمود، اللهم انتقم من كل جبار متكبر، اللهم انتقم من كل جبار متكبر، اللهم انتقم من كل جبار متكبر. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أخواتنا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أخواتنا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أخواتنا، وأعنا على نصرتهم. اللهم ثبتنا على ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من الكفار، ونعوذ بك من الظلمة المتكبرين. اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصر دينك، اللهم
وانصر كل مسلم. اللهم وانصر كل مسلم. اللهم انصر المسلمين في بقاع الارض كلها. اللهم انصر المسلمين في بقاع الارض كلها. اللهم رد الينا القنوات الاسلاميه على المنهج السليم. اللهم رد الينا القنوات الاسلاميه التي على المنهج السليم. اللهم وانتقم ممن كل من عذب اخواتنا.